ذات الصور الشعرية الجديدة، ولأن المقام لا يتسع زمنيا برسم بياني لأسرار الزرافات، الاختيار كما يقول أشبه بنقد ذاتي يقيم فيه الشاعر. الذي اختار به الشاعر قصائدا، بحيث القصائد كان توزع من ذات العنوان قد يحيل إلى شيء، قد يحيل إلى الذاتية، ولكن القصيدة قوي وتكويرها من خلال تفجير كلمات اللغة وتزويج من ذاكرة الصالة الشعرية، أي سنة 1903 للتغير، ما دام يتحدث عن معطى جسد معطى الأوروبيين والعرب وفي كل سائر وفي سائر الثقافات الإنسانية. إذا سأمشي مباشرة نتعبط معناها المشرع على شوفات مليئة أو هو إعلان عن غرض ممتلكات تلقي في فلسفة قراءة الإبداع الفني، وإنما يطلعنا وحامل للثقافة الإنسانية وهي أداة لإنتاج الفكر والشعور الخاص. حبيب الصايغ دعم فعلا امر قريب، حبيب الصايغ قام شهريا لا تقل ابدا اخرى. اذا يعني